حلقة جديدة من ان تاتش بتبدا مع اخبار افلام موسيقى وغاسب كتار. شو محضرين لكم بحلقة اليوم؟ بنشوف سوا بهالملخص السريع. كونسرت جديد للفنان الصاعد نيكولا شلهوب. حلقتنا من ان تاتش مكملة مع كونسرت جديد للفنان نيكولا شلهوب يلي سبق وحكينا من فترة عن اطلاقه لاول البوم لإله. قدم نيكولا حفلة تحت عنوان الليلة الأولى الداخلة لمجموعة من أغنية ألبومه عم بشبه حالي. منشوف سوا كيف كانت الأجواء بهالريبورت. صار لازم أطلع منك بسمع صوتك عم يندك صرخ لي مركب رجاء. بونسوار، معكم نيكولا شلهوب عبر انتاتش عبر الال بي سي اي. نحن اليوم بحفله ليله الاولى اللي هي اول كونسرت لإلي بمترو المدينه. حبيت سميها الليلة الأولى لأنه على طول أول شغلة بنعملها بالحياة بتعلق كتير فينا، على طول بنتذكر أول عبطة، على طول بنتذكر أول بوسة، على طول بنتذكر أول نظرة، فهيدي الكونسرت هي أول كونسرت بحياتي، أنا ما رح أنساها كل حياتي لأنه هي أول كونسرت لإلي، وكمان أكيد كل الناس اللي رح تكون موجودة رح تتعلم عندها ورح على طول تتذكر إنه هيدا الفنان حضرنا له أول كونسرت عمله بمترو المدينة. طلعت فيه قال لي في شيء، قلت له نون كوميرشال ميوزك، شي جديد وشي حلو لبناني. كل اغاني حلوين، كل البوم حلو، بحب اسمع له عم بشبع حالي. راح اشوف نيكولا بالالبوم الجديد اللي طلعوا والكتير حلو راح يكون الليله. انا بتوقع هذا الالبوم اللي هو اكتريت الاغاني من كلمات وألحان نيكولا، وهلأ نحن هون على المسرح لأول مرة عم نكون مع الموسيقيين. أنا وقتها اشتغلت مع نيكولا كنا يعني بالستوديو، أكترية الشغل بيصير مرات بتاخد كل آلة لحالة، سو هيدا أول خبرة عم ندق هالأغاني اللي اشتغلنا عليهم كلنا سوا. هيدا حتى شيء جديد لإلي، مع انه انا بعرف الاغاني ومعود لهم، بس ضلني بشوف هيدا الشيء مثل خبره جديده هلا اول مره عم نعملها. اليوم اول حفله عم نشتغلها مع نيكولا، البروفايات كانوا كثير جيدين، ان شاء الله بكون على ذوق العالم وعلى ذوق الجميع. رح نلعب اغاني خاصه من الالبوم لنيكولا واغاني معروفه قديمه لبنانيه ومصريه. أول عمل مع نيكولا وإن شاء الله خير لقدام دايما. نيكولا اسم الله صوت واعد وبروجرام حلو، عامل شيء جديد غير عن عم نعمل هلأ حاليا بالسوق. هلأ عم نعمل شيء جديد، هو عامل ألبوم جديد نيكولا وعم نشتغله من أعماله حوالي الخمس أغاني بالكونسير الليلة. كنا عم نعمل فيوجن تقريبا من الشرق والغرب، معنا آلات غربية ومعنا آلات شرقية، وأنا عم دق أساسا آلة غربية وآلات شرقية.